بدنا تحكي لنا نكتة وضحكنا، إذا ضحكنا رح تربح معنا جائزة. نكتة يعني أنا مش حافظ عن الشوق يا حبيبي الله ومن غيرك غريبي احكي لكم؟ عن ايش؟ نكتة نكتة؟ سبيدة طلبت من الكليب كان بطل زي الأول ودته أرى يجيب الحليب سبع اوكي راح جاب سبع ركبتين جاب الحليب عشان سبيدة كانت حلوة كتير عارف ايش يعني رد عليها عرفتي ضحك حاله اجى قال ايش لحد يبعه مين فيكم يحكي لي نكتة يا عاد المحب يبلش وادي الجاموسه طب يلا عدنا يا ماما معقول هلا يا عاد المحب يبلش ماما الله يوفق والله يرزق الله كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم طيبين هاي طبعا هاي مساعدة هاي مكافأة لك لأنه أنت فرحتنا وغنت لنا الحمد لله الله يجعلها سنة مبروكة عليك وعيد فضيل عليك وأيام طيبة لا بديش أدل لك مكافأة لك على النكتة هسه احسب لك قديش عمري 20 24 27 لك جائزة 20 عمري؟ لا إله إلا ما كنتوا 15 طب انت بدأ عندك نكتة كمان؟ طاسة طاسة في البحر غطاسة تبقى ايه؟ ايه؟ تبقى الصينية لا تفضل رمضان كريم رمضان كريم كل عام وانت بألف خير يا عم 84 سنة عمري ما شاء الله الله يطول بعمرك صار لي هون 60 سنة خدمت الجيش 20 سنة ال 20 دينار اللي انت أخذتهم مكافأة عشان حكيت لنا نكتة حلوة وفرحتنا نعم ايش هتعمل فيهم؟ اعمل فيهم؟ بجيبهم اكل، بجيب اكل. طيب بدي اياهم تيجوا عندي ان شاء الله عشان اعزمكم ان شاء الله. احنا بعد رمضان معزمين عند عمو موسى.